ابقى كدابه لو اقول لك ان في حاجه في الدنيا دي كلها ممكن تخليني ابقى مبسوط. تسجيل صوتي لشيرين عبد الوهاب ينتشر بشكل واسع. أخطأت ولكن والله العظيم مظلومة وابنتها تنهار. هل خرجت شيرين لأول مرة عن صمتها واعترفت بخطئها؟ تسجيل صوتي لها انتشر كالنار في الهشيم وأثار جدلاً واسعاً، وابنتها مريم تنهار بعد سماعها تصريحات طليق والدتها حسام حبيب. حب جنن عشت فيه، قرب فرحة حلمت بيه. لا تزال أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تلقي بظلالها على الساحة الفنية واهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وجديد هذا الموضوع كان إعادة المتابعين بشكل واسع تداول تسجيل صوتي قديم للفنانة المصرية تؤكد فيه أنها مظلومة. وشددت شيرين في المداخلة التي انتشرت بكثافة مؤخراً على أنها ارتكبت خطأ عن غير قصد، متحدثة في الوقت نفسه عن مؤامرة أحاطت بها. لسه في الأيام أمل مستنين. وهذا التسجيل يعود للعام 2019 بعدما قالت في حفلة في البحرين: من يتكلم في مصر يدخل السجن، لتعود لاحقاً وتعتذر وتوضح ما قصدته في مداخلة هاتفية لها مع الإعلام المصري عمرو أديب ضمن برنامجه الحكاية. ومن ناحية أخرى، فقد تردد أقاويل حول دخول ابنة شيرين مريم في حالة انهيار بعد سماعها تصريحات طليق والدتها الفنان المصري حسام حبيب، والتي أكد خلالها أنه لا زال يحبها ولم يتعدى عليها بالضرب، لتؤكد ابنة شيرين حسب رواية المقربين منها أنها كانت تصرخ وتؤكد أنه كان يعنف والدتها، وذلك بحسب ما ذكر موقع النهار. هذا وكان تحدث ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن وضعها الصحي بعد أيام من الغموض والمعلومات المتضاربة حول الموضوع. وقال ياسر في حديث مع النهار العربي أن حالتها تشهد تطوراً ملحوظاً وتتحسن بدرجة كبيرة بحسب حديث الأطباء المتابعين لحالتها. ونفى ياسر قنطوش كل المعلومات التي تحدثت عن استعداد شيرين للسفر خارج مصر خلال الأيام القادمة للعلاج في مستشفى آخر، مؤكداً أن الفنانة المصرية لا تزال في المستشفى الذي نقلت إليه في البداية ولا نية لسفرها خارج مصر. من جهة أخرى، نفى ياسر قنطوش كل الأخبار المتداولة عن دخول شيرين في غيبوبة، مؤكداً أن حالتها الصحية جيدة وكل ما تردد في هذا الإطار لا أساس له من الصحة.